FM. الكلمة ليك. كود جال. للأسف الاعتداءات على الأساتذة وأعوان المؤسسات التربوية متواصل إلى حد هذه اللحظة، والظاهرة تتفشى قاعدة، وإحنا مازلنا قاعدين نغزروا شنو الحل، كيفاش نجم ننظم العلاقة بين الأساتذة والأسرة التربوية والتلامذة والأولياء والوسط المدرسي. آخر ما صار هو الاعتداء على القيم العام محمد سعد مكي، القيم العام مدرسة الإعدادية بدار الشعبان محمد البشروش، وتم اعتداء عليه معناتها مرتين. معنا لأكثر تفاصيل. صباح الخير سي لسعد. صباح الخير الكريم. سيدي مرحبا بك. شنو صار؟ نهار الخميس احنا معناتها نقوموا بالعمل نتاعنا في الاعداديه، انا وسيد القيم فجاه ولي مع معناتها التلميذه يخطفني من البلوزون نتاعي وقال لي باش فهمتني انا اللي تعرض لبنتي نقص له راسه ونحطه في ساشي. شنو صار لها بنته؟ سامحني، شنو صار لها بنته؟ شنو صار لبنته؟ بنته جات فهمتني باش تاخذ بطاقه الدخول مع العشرة وربع، فهمتني؟ قال لها القيم الموجود في مكتب الضبط قال لها راهو ما نعطيوش فهمتني بطاقه الدخول في العشرة ربع، ديجا كنت تقرا قبل. السيد توجه لي ان يجبد فيا قال لي نقص لك راسك ونحطه في ساشي، فهمتني؟ ويأكد ويعاود فهمتني يجبد فيا. يا سيد الكريم خلينا نفهم الحكايه شنو هو. قال لي توا تمشي معي المركز شرطه ويجبدوا عنك. فجأة دخلت بنته وقالت له ليه راه مش هذاك راه فهمتني للقيم. مشى للقيم يجبد فيه. يا سيدي الكريم رجعت وقلت له راني باش نطلب الشرطة. مشيت طلبت الشرطة ثلاثة ولا أربع مرات فهمتني. معناتها أنا جايين أنا جايين. يدخلوا الزملاء زادة فهمتني يطلبوا فهمتني الشرطة فهمتني. هي مشكورة فهمتني عندهم ياسر بصراحة فهمتني. أنا يعني شفت المركز ديما المركز المعدي. بالنسبه للسيد زادت دخلت زميلتنا القيمه زاد اعتداء عليها لفظيا فهمت سمح لك يوم قالش ندخلك وانت فهمت وانا فهمت. يا سيدي الكريم الدولين فهمت نهديو فيه يهديك ربي بشويه بشويه. دخلوا الزملاء دخلوا للبيرو فهمت وش قال طلب بالمرته باش تطلب فهمت معناتها تجيب العرش نتاعها ولينا فيها عروشيه. يعني هو خلينا نفهم سامحني سي لسعد شنو خليه يعمل هك؟ يعني شنو صار لبنته معناتها بالضبط؟ بنته ما حبش يعطيها القيم فهمتني بتاخذ دخول 10 و4 يا اخي ما كلمت على بوها رمات البورتابل بلت عليه كسرت البورتابل قدام صاحباتها وكلمت بوها قالت له راه فهمتني القيم اعتدى عليا فهمتني وكسر البورتابل. يعني هذايا باعتراف صاحباتها اللي معاها معناتها. من بعد اعترفت قدام المدير وقدام بوها وقدام امها وقدام الزملاء الحاضرين وقدام الناس الكل انها فهمتني عملت العمله هذيك على خاطر القيم ما حبش يعطيها بطاقه دخول في العشرة والربع بعد 10 والربع. دونك بوها اخذ المعلومه الغلطه. وحتى ولو ياخذ معلومه غلطه ما يصرفش هكاك ساعه معناتها من الاساس. احنا نهديه في رواحنا واحنا قاعدين نتصداو يوميا للحالات كيما هكا لكن مش بالعنف هذايا قصان الروس وحطان في التشييد لدرجه انه التلامذه معناتها يتفرجوا ويسمعوا مش معقول بكل صراحه. باهي وصار اعتداء واحد اخر ثاني تقريبا عند خو تلميذه. نهار الجمعه عندنا تنشيط ثقافي انا في البيرو نتاعي جاني فهمتني خو تلميذه صاحبتها وهددني وسبني ومعناتها وكله ما دخلتش العامله مش العامله فهمتني كان باش يعتدي علي بالعنف وانا قاعد نتفرج معناتها وطلبت السيد المدير وجاء وكتبنا معناتها مراسله فهمتني بعثناها للسيد مكتوب مشكور زاد هو فهمتني قاعد يبذل في جهود فهمتني معناتها باش يحل لنا الوضعيه لكن مجهوداته فهمتني معناتها ديما فهمتني تبقى فهمتني معناتها اداريه. معناتها احنا يوميا مهدين ويوميا نتعرضوا فهمتني للاعتداءات اللفظيه والماديه لان قاعدين فهمتني معناتها نهار الاثنين في العشيه تصور معناتها فهمتني فما غرباء يجيو يوروا فينا كيفاش
يشربوا في الخمر وروا فينا معناتها على مرأة من المدير والزميلات وكله احنا قاعدين نتفرجوا فيها من برا في البيت. فهمتني؟ يعني فوضى هذه، فوضى معناتها. فوضى عارمة ونقطة سوداء بالنسبة للبشروش، ما الإطار التربوي قاعد يتعرض، عملية وتتعرض يعني محاولة قتل باستعمال فهمتني سلاح أبيض. عندنا العساس تتعرض للضرب فهمتني في الباب فهمتني. عندنا الكلام ده فكين البورتابلوات بركاجات فهمتني وفيزيز أموال فهمتني. عندنا فهمتني العديد من الحالات اللي معناتها لازمها لفتة. انت شنو تطلب انت سيد قائم العام لسعد مكي؟ معناتها شنو تطلب من السلطات المعنيه؟ معناتها شنو تقول لهم انت؟ شنو باش مطالبين اليوم؟ بالله رانا احنا فهمتني ميزين من الوقفات الاحتجاجيه، رانا حاشتنا بوقفه جديه. يعني فاش تتمثل شنو هي الاليات؟ شنو تطالبوا انتم؟ شنو تطالبوا انتم؟ شنو هي الاليات؟ نطالبوا بوقفه جديه، وقفة جدية فهمتني. يوفرونا فهمتني على الأقل عشنا تصور اللي فيه زوز فهمتني عملة ومنظفة فهمتني. وفما حسب معناتها مسؤول يقول لك فما ليسي فيه 120 منظفة وفيه 121 تلميذ في نفس الوقت، وإحنا عندنا 1000 تلميذ، عندنا 1000 تلميذ وعندنا فهمتني ثلاثة فهمتني عاملة منهم فهمتني معناتها ثلاثة عمل كهو واحد مريضة نهارين فهمتني مسترخى والآخر معناتها فهمتني على أبواب الريتريت فهمتني. احنا نطلب من السلطة المعنية سواء فهمتني معناتها جهوية أو وطنية، من وزير التربية، من وزير الداخلية، من رئيس الحكومة، توفير دوريات وإلا فهمتني شكون حلول جبرية. راهي باش تقع كارثة كبيرة في البشروش. رانا يوميا نعتدي ومش كان البشروش كهو، مش كان البشروش وبرشا معناتها مدارس اعداديه. احنا لا نحكي لك لا فهمتك خاطر جيني نداءات هذا كيف من مدارس اخرى ونتلقاو فيها معناتها الاعتداءات، حتى فما جامعات معناتها طلبه يتعرضوا للاعتداء والبراكاجات وقت خروجهم من الجامعات، وهذا فريمون وقفه. لازمنا وقفه جديه بكل صراحه فهمت، لازمنا من وقفه الاحتجاجيه وقفة جدية فهمتني من وزير الداخلية، من وزير التربية، من رئيس الحكومة، من الإدارات من السلطة الجهوية. احنا نشكر كل طرف فهمتني من نقابة أو من مدير جهوي أو من شرطة فهمتني قاموا فهمتني بالدور عليهم. أما نطلبوا احنا من كل صدق نحبوا فهمتني معناتها يدعمونا فهمتني على مستوى الدوريات، على مستوى فهمتني العمل والتوعية زادة. سورتو التنظيم والحوكمه، تنظيم الحوكمه معناتها اللي تنجم على الاقل تنظم وتسيطر على الوسط التربوي، هذايا مش يقعد محلول لاي شخص ينجم يجي معناتها يعتدي بالعنف ماديا او رياضيا. مدير في البيرو نتاعو تدخل المرات عنف وتسمع الكلام وتخرج بسلام. قيم عام فهمتني يتعرض فهمتني للسب والشتم فهمتني والدزان والكلام البذيء فهمتني. واضح، شكرا ليك. تأكيد في شخصيته. شكرا ليك سيد محمد سعد مكي القائم العام في الإعدادية بدار شعبان محمد البشروش، كانت هذه الكود جول متاعنا اليوم. كود جول.